احنا تليوش عم حلبوا هيك طاع للتل لو حد وقف الحديث عم ربع بالناس واحد اثنين ثلاثة يلا تسوق هذه دي انا شعور طاع للتل وليه بيب ناس برقاء بيب على الدين سك السحابة يتصوروا اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوك تي في ومرحبا بكم معنا في المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. نجينا نشوفوا وقت من عند خونا جمال شحال دايرة حسن تقيد لك حسن في ميزة صغيرة حامل شكي تصمم حسن عرف اتمنى الله ما عرف حامد حجنا شحال دير 700 درهم و الصمطه شحال دايره؟ خلي ياكل 30 درهم الصمطه هنا شحال؟ اولا شحال دايره؟ 360 الوحده المكانه و ميلو 20 درهم بونيس 24 800 درهم اليوم راه الحوت قليل اليوم هذا موضوع زوين هذا الكادر موضوع حسن اليوم السوق خاوي لا في المارشي ديال الحوت قليل شويه دخل قليل دخل قليل شويه ممكن وار هذوما الاسمين اللي كاينه اليوم في هذا الصباح كان الحوت قليل الدراري مشاو تقداو مبغاوش يبقاو مريحين الحجله دايره 30 درهم الشرن 15 درهم اخويا الصمطه دايره 30 درهم ما قالتش هي دايره 20 درهم ميلو 20 درهم بونيسه دايره 20 درهم للحبه أولا حدير 300 درهم حبه هادو هما الأسمنة اللي كاينة اليوم راهو خوف الناس ما عارفينش بأن راه غيكون الزوق الحج نار اللحم ديالها بيضة اللحم كل هذا كامل شخرب الحوت اللحم كل شيء حيداد هذا لحم احمر البوني البوني لحم احمر واولى انا نعاود نصور شحال داير
تبارك الله.